السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقتكم جديدة من برنامج معاك في الغربة. النهاردة التقديم مش هيكون ليا أنا، هيكون لواحد عز علينا كلنا، أستاذ أحمد كيمو. اتفضل يا ريس. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا بيك. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربة هناك، واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك، معاك في الغربة هنتكلم عن أجمل أيام سنينك، هنوصل شكرك لكل الناس اللي مفرحينك، وهنوصل صوتك بردك لكل اللي مزعلينك، أصل المغتربين فرحتهم بتفرحنا، وحل مشاكلهم عنوان نجاحنا، وثقتكم فينا هي سلاحنا، معاك في الفرحة وفي المحنة، هنتكلم في كل المواضيع ونشاركك فيها، هنقدم حلول في أي برنامج تاني مش هتلاقيها، رحلة نجاحك مع بعض هنبنيها، معاك في الغربة مفيش حاجة هنخليها. هدفنا هو ولاد بلدنا اللي مسافرين برا، هتلاقينا جنبك حتى لو بيننا وبينك كذا دولة وقارة، هنديلك الدواء في كبسولة طعمها حلو مش مرة، معاك في الغربة اسم على مسمى، وبينا كلنا هتكمل أحلى لما، هتسمع عندنا كل المواضيع المهمة، بنشتغل لوجه الله، وشعارنا الأمانة والمهنية، وأي مشكلة في الغربة هتلاقيها في برنامجنا أولوية. معاك في الغربة من البداية للنهاية، معاك وهنتكلم في 500,000 حكاية، معاك في الغربة فلازم انت تكون معايا، كلمنا واحكيلنا وراسلنا علشان انت وبس الشغل اللي شغلنا، انت اللي في القلب طبعا مش ابن نيلنا، معاك في الغربة عمرك ما هتحس بغربة. شفت انا بحبك ليه؟ حبيبي سيادة المستشار انا فخور طبعا. احمد اكبر من ان انا اقدمه، احمد يمكن علم معانا كلنا، لان احمد شبهنا مش بيتكلف ولا بيتصنع ولا بيجيب كلام من بره، بيتعامل زينا زي ما بنعامل بعض دايما. هختصر بسرعة فقرة الاخبار اللي فقرتكم الاولى، طبعا للأسف تاني عندنا بعض المشاكل، عندنا 5 للأسف توفوا في دولة الكويت الشقيقة في حادث أليم طبعا، أولهم أستاذ حماد عبد اللطيف شرقاوي من سوهاج، أحمد عبد الإله، حسن عبد الإله سوهاج، جمال سليم عبيد من إنا، مكرم عجيبي فرج من القاهرة، محمد أحمد بهجة أحمد من أسيوط. طبعا ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسامحهم ويرجع حقهم، وكل مؤسسات الدولة تكون ورا حقهم لحد ما يرجع لهم، عشان احنا لما بيموت من عندنا واحد الدولة كلها المفروض تقف لحد ما يجي حقه وما يتنسيش. وهنتابع زي ما تابعنا الثلاثة بتوع الأردن المرة اللي فاتت رحمة الله عليهم، أعتقد إن وصل الجسامين بتاعتهم بفضل الله وبفضل مؤسسات الدفاع المدني في الأردن، صح أستاذ أسماء؟ طبعا معنا أستاذ أسماء الصياد، مش هعرفها لأنها ثابتة معاكم في الحلقات يعني، فشركائي في الحلقات مش هيتعرفوا، لا هي ينفع تتعرف ولا أستاذ محمود شكل. طبعا أنا في الأول أنا آسف، احنا بنعز أستاذ محمود شكل في وفاة عم زوجته، البقاء والدوام لله، هو ده الحائل النهاردة اللي خلاه ما قدرش يحضر معنا الحلقة، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه ويصبر اهله. وان شاء الله باذن الله النهارده معاكم بعض الحاجات الحلوه، هنبعد شويه عن الاخبار لان اخبارنا للاسف اللي بتجيلنا من بره مش حلو، بس ولما بنتابعها بنلقى الوضع اسوأ واسوأ، مؤسسات الدوله بره او جوه ما بيتعاملش مع الموضوع بان في حاجه بتخلص بسرعه، بس لما حد يتوفى بره اقل حق ليه انه يدفن في ارض البلد دي لو هو عايز. احيانا الاهل بيقول لك لا يدفن بره، خلاص هم احرار، لكن هيرجع يبقى ارجع بسرعه يعني اقل حقوق الانسانيه. ما ينفعش ان احنا الحلقه اللي فاتت نحمد ربنا ان جثمان بعد ما قعد 35 يوم في الثلاجه في دوله الاردن الشقيقه نحمد ربنا انه رجع واتدفن، ما ينفعش يا جدعان، يعني اللي عليه شغل يعمله، بس احنا مش بننتقد حد، احنا بنعتب عليكم عشان انتوا مننا، وبرضه انتوا في غربه ما فيكوش حد يعني بيشتغل في السفاره في الحته الفلانيه قاعد في مصر،
لا عارفين ان حضرتك في غربه وبتحس بنفس الاحساس وبتشعر نفس الشعور، وعارف انك مضغوط عليك، بس رجاء رجاء الناس بتبقى مستنيه. اللي توفى ده كان شاب صغير ولا عريس ولا فرحه قريب، على الاقل يعني حقهم يحضنوه قبل ما يدفن. هنغير الموضوع، استاذ اسماء الصياد عندك حاجات من اللي احنا تابعناها المره اللي فاتت صح؟ اكيد. مشكله الحارس العقار عطيه مصطفى بالزبط. في لبنان بالزبط. هتعمل معنا مداخله زوجته وتتكلم في ساعه المداخله. بالظبط كده. عندك بعض الامور تانية، حاجه خاصه بقضيه قضيه العم بليغ السواق المسجون في سجن تبوك في السعوديه، قضيه مهمه جدا. احنا ليه ما بنعرفش القضايا دي غير لما بنلقى هاشتاج او بنلقى بوست انقذوا فلان من الاعدام؟ للاسف، فعلا للاسف. بس هم يعني من حسن حظهم هم يعني لحقوا الموضوع بسرعه، بمجرد ما تم القبض عليه في السعوديه. لا انا مش السعوديه عايز بدأوا. انا عايز اعرف الموضوع ايه عشان الناس برضه تعرف معانا الموضوع ايه، لان هم تمام. على فكره يعني في صفحاتنا احنا الناس مثلا تعرف على ابو القاسم من كتر اللي حصل عليه من عشان السوشيال ميديا التواصل. كله كان بيتكلم عنه. تمام. لكن في ناس تانية لسه الناس ما تعرفش، ومش عايزينها تتفاجئ انها تعرف ده واحنا بنقول انقذ فلان من الاعدام او عايزين قرار عفو لفلان او صح. بس فلازم الناس تعرف موضوعه ايه، هل هو مظلوم ولا مش مظلوم. انا اعلم ان انت ما بتتدخليش في الموضوع، شاكه فيه يعني. اكيد بالظبط. هو بمجرد ما كلموني وقولي المكتب الموضوع، عملت تواصل مع وزاره الخارجيه وعرفت التفاصيل كلها، وبدانا نتحرك في مكافحه المخدرات وقدمنا بلاغ للنائب العام. تم القبض على المتهمين الحقيقيين اللي هم يعني تشكيل عصابي سوري اتقبض عليهم. ده هنا ولا هناك؟ ده هنا في مصر. لا انا عايز قصة عم بليغ هناك. عم بليغ سواق اتعرف على حد سوري عن طريق الفيسبوك، صفحة على الفيسبوك مطلوب سواق نقل دولي، اتعرف عليهم وقابله وقال له انا هبعت معاك شحنة برتقال. هو ليه سوري؟ اتعرف على حد من على الفيسبوك وخلاص. ما علينا، اصل هما العصابه كلها كانت سوريين يعني. لا ماشي، مع احترامنا يعني، مع احترامي للاخوه السوريين طبعا معانا يعني في وسطينا ومفيش اي مشكله. بس انا اقصد ايه، ان احنا ساعات بناخد الموضوع من موضوع لموضوع تاني خالص بسبب كلمه ان ده سوداني ده سوري ده مصري، فرقونا بكده، فمش عايزين احنا نمشي في نفس الاتجاه ده. للاسف طبعا طبعا طبعا. بس فتعرف على حد من خلال الفيسبوك. اتعرف على حد من خلال الفيسبوك. اتفضلي بقى. الشخص ده بعت معاه شحنه برتقال. تمام تمام. الراجل طبعا يعني في ثقه، او سواق عادي راح يودي شحنه برتقال، دخل عدى من ميناء سفاجه مفيش اي مشكله خالص، وصل ميناء ضبا اتفاجئ بتفتيش السياره اللي هو راكبها. ميناء ضبا ده اللي هو خلاص اول حدود السعوديه. بالظبط. فتشوا السياره، لقوا فضيل السياره المقطوره كميه كبيره من حبوب الكبتاجون، 327 الف حبايه كبتاجون. تم القبض عليه والتحقيق معاه في النيابه العامه في تبوك او في ضبا. توجه له الاتهام بتهريب او جلب الحبوب المخدره، ودي عقوبتها القتل تعزيريا. الراجل طبعا حكى التفاصيل، وانا اتعرفت على ناس وحصل كذا كذا كذا، وانا سواق مدخل شحنه برتقال. اهله كلمونا وراحوا وزاره الخارجيه، واحنا هنا مؤسسه الوسيط اتحركنا، وتم القبض على المتهمين الحقيقيين في سوريا في 6 اكتوبر نيابه 6 اكتوبر. اتقبض عليهم طبعا، القبض عليهم الاداره العامه لمكافحه المخدرات. الاداره العامه لمكافحه المخدرات بصراحه اول ما خدت البلاغ اشتغلت عليه وتتبعتهم وقبضت عليهم، وكانوا متلبسين في حوزتهم كميه كبيره من نفس ذات العقار الكبتاجون. اتقبض عليهم متلبسين واعترفوا بالجرائم بتاعتهم، ان هم بيقوموا بشحن الحبوب المخدره وتهريبها للمملكه العربيه السعوديه عن طريق سائقين حسن النيه، من ضمنهم واحد اسمه بليغ حمدي. ده واحد من ضمن الناس الضحايا السواقين اللي راحوا السعوديه واتقبض عليهم. الله اعلم. عندنا موضوع مشابه، عندنا لده. كذا حد تاني غير برضو بليغ حمدي. نقل كان بصل مش برتقال. ده كان عمار معمر قذافي. معمر قذافي. وده للاسف لان اهله ما يعني ما لحقوش، فاتحكم عليه بالاعدام، واحنا لسه بنعمل له اجراءات الانابه القضائيه. طب هل لما اتفق معاه ان هو هينقل له الشحنه الفلانيه كان في عقد اتفاق او في حاجه ولا لا؟ ما كانش في عقد اتفاق، من على الفيس. ولكن لا من على الفيس، وما كانش في عقد. ده سواق رايح يودي شحنه، وفي في في ده طلع دوله ثانيه. طب ماشي، نفرض ان هو طلع الدوله الثانيه دي وما خدش فلوس،
لا كان مديله، كان مديله، وكان هو كان متفق معاه على 5000 جنيه ما ادالوش. انا النهارده حضرتك بتقولي لي نطلع ليبيا عشان نودي شحنه كذا، تمام، هاخد كلام حضرتك بثقه وانا ما اعرفكيش غير من مواقع التواصل واخد بعض واسافر؟ لا يا فندم، في حاجات تانية، في المانيفيستو، مين اللي بعت الحاجه دي في المانيفيستو بتاع الجمارك، تمام، وفي كمان العربيه دي بتاعت مين، تمام، العربيه دي مالكها الراجل السوري اللي مقبوض عليه هنا دلوقتي في مصر، المتهم الرئيسي الحقيقي، تمام. فالعربيه أنا عارف ده، بس انا بقول لك وضحي للناس عشان الناس ما تحسش ان احنا بنتكلم على اوليكس مثلا. لا لا، هو في طبعا اتفاق وفي ورق وفي دليل، وفي العربيه دي بتاعت صاحبها السوري مش بتاعت عم بليغ السواق، فاتقبض عليه واتحقق معاه هناك في السعوديه، واحنا هنا اشتغلنا قدمنا طلب عرائض للنائب العام، والنائب العام بعت للنيابه العام طبعا بعد ما اتقبض على المتهمين في اكتوبر، نيابه اول اكتوبر حققوا معاه واعترفوا، اعترفوا في النيابه واعترفوا في مكافحه المخدرات. اعترفوا بقى بشان ايه؟ ان هم بيبيعوا ولا بشان وقعتهم اللي هم متلبسين بيها؟ بشان وقعتهم اللي هم متلبسين بيها الاول، وبشان الشحنات السابقه، الشحنات السابقه اللي تم ارسالها عن طريقهم عن طريق سواقين، ومن ضمنها اللي اعترفوا على موضوع بليغ حمدي بالتفاصيل، ان احنا بعتنا سواق اسمه بليغ بتاريخ كذا، والعربيه لونها كذا ورقمها كذا وبتاعتنا، واحنا حاطين فيها كميه كذا، وخبأناها بمعرفه حد فني جالهم من لبنان سوري، وخبأ الحاجه دي في الديل، وشرحوا التفاصيل كلها في التحقيقات، التحقيقات فيها تفاصيل التفاصيل فيها كمان. طيب هنقلك لنقطه ثانيه، اتفضل. التحقيقات دي هل حضرتك شايفها مفيده هنا ولا هناك؟ مفيده هنا وهناك. لا طبعا، هناك لا يعتد بكل الكلام اللي احنا بنقوله ده. حضرتك اعتقد ان انت اكتر حد مشي في موضوع على ابو القاسم، صح؟ تمام. ايه اللي ثبت معاك في التحقيقات في الاخر؟ حصل انابه قضائيه في الاخر؟ احنا كنا بنعيط من ثلاث اسابيع عشان يقبلوا الانابه القضائيه. تمام، هو ما حصلش انابه قضائيه. طيب، ولكن السلطات المصريه ارسلت، النائب العام والتعاون الدولي ارسلوا التحقيقات كلها بتاعت على ابو القاسم المعترف فيها، المتهمين اللي حاليا راحوا محكمه الجنايه. استاذه اسماء، اتفضل. هو النهارده الانابه القضائيه، عشان الناس ممكن تسمع الانابه القضائيه هو حاجه مطاطيه جدا. الانابه القضائيه دي الدوله اللي فيها القضيه هي اللي بتطلب انابه قضائيه. طول ما مصر بتطلب انابه قضائيه من السعوديه احنا ماشيين بالعكس. ودنك من ايه؟ ما هو ده بناء على طلبنا. طب ليه 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 بليغ يعني ليه عم بليغ ما طلبش من القاضي نيابه قضائيه؟ طلب. وبعدين؟ القاضي ما استجابش للنقطه دي، قال له هات لي التحقيقات. مش عم بليغ اتعين له محامي؟ فعلا حصل طلب محامي، والمحامي المفروض هيطلب الحاجات دي بعدين، بس احنا مش هنستنى ده، لانه لما يتعدم. احنا بعتنا الاوراق، بعتنا الاوراق. بص يا استاذ اسماء، اتفضل. انا هقول حاجه بكل صدق يعني، تمام؟ انا عارفه دماغ حضرتك فيها ايه. مش دماغي والله، ده القانون. انا ماله مال دماغ؟ ما هو القانون القانون بيقول ان في واقعه مكتمله في السعوديه، تمام تمام، حد هرب وجلب واستلم، تمام، وراح يسلم، تمام، واتقبض عليه، تمام تمام تمام. عشان حضرتك تقولي عكس ده يبقى ايه؟ لازم يبقى ان انا اثبت واقعه ثانيه اللي سلموا الكلام ده، تمام، ده حصل، كان شخص سيء النية، وان الشخص ده حسن النية بالزبط، وما يعرفش هو شايل ايه بالظبط. مهما اقول هنا في التحقيقات حاجة المصرية طبعا، دي واقعة وهيتحكم فيها، تمام، وان شاء الله باذن الله اي حد بيهرب مخدرات في البلد دي يا رب نشوفه متعلق من رجليه مش معدوم بس، بعد ما يتعدم 4 مرات. لكن وقع هنا، لكن وقعت السعودية. المفروض السعوديه، مفيش المفروض يا استاذ، المفروض السعوديه تطلب انابه قضائيه من مصر. النهارده دي اتفاقيه. اهل المتهم اللي في السعوديه، مع احترامي ليه طبعا على دماغ عم بليغ، بيتواصلوا مع مين؟ مع المحامي في السعوديه، ومع حضرتك هنا، ومعايا احيانا عشان اسلم نفسي يعني. تمام تمام. بس بنقول ايه؟ عملنا بلاغاتنا وقدمنا عرائض، كل شغلنا في مصر جاهز، والنائب العام ارسل التحقيقات. حضرتك شايفه ان دي فايده؟ انا شايف ان انا بفحط في البحر. ما هو المفروض السلطات السعوديه تطلب انابه قضائيه. طلب انابه قضائيه مش بيطلبوا. ان شاء الله ما يحصلش يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بس مش عايزين نوصل لمرحله
يا سيادة المستشار ان ينقذوا فلان. احنا مش هنسيبه. احنا التحقيقات مش احنا بس مش هنسيبه، لازم السلطات تتحرك. السلطات المصريه تتحرك. هو حضرتك تتحرك. مش عندك هنا السلطات المصريه اتحركت بالفعل، مشكوره كل الشكر ليها. زي ما شكرنا السلطات الاردنيه على تحركها في ان اولادنا رجعوا لنا بسرعه، زي ما شكرنا السلطات المصريه على تحركها ومعالي النائب العام تفضل مشكورا وارسل اوراق وصلت للقاضي. تمام. لا الاوراق ما وصلتش الى الان. لا الاوراق موضوع وصلت سعودية. وقال له موجوده عندي نسخه منها السعودية. لا النائب العام بيخاطب بس هم ما ردوش في السعوديه. انما طيب احنا انا معايا تليفون. احنا اجتهادا مننا وصلنا صوره ضوئيه للاسف. احنا بقالنا فتره كبيره جدا سايبين. اتفضل معانا استاذ مصطفى عبده. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. سياده المستشار اهلا وسهلا. ازيك يا باشا؟ في نعمه الحمد لله رب العالمين. والله يا سيادتك احنا اكثر من 30,000 عامل نزلنا من السعوديه من 5 سنين. تمام. وكل ما نيجي نشتري تاشيره بعد 3 سنين ولا بعد 4 سنين القنصليه في مصر السعوديه ترفضنا. تشتري ايه يا مصطفى؟ كل ما تيجي تسافر قصدك يعني. ترفض التاشيرات. ايوه بالظبط كده. ترفض التاشيرات. بالظبط. تمام. خسرنا في كل تاشيره اكثر ما يعادل 40,000 جنيه ويقول لك ممنوع الدخول، ممنوع الدخول بدون اي جريمه. اللي هي الفلوس اللي انت صرفتها على الورق لحد ما يخلص يعني، صح كده؟ اشترينا التأشيرة ب 36. لا إله إلا الله. ما فيش شراء تأشيرات، احنا صرفنا على الورق بتاعنا لحد ما دخل القنصلية السعودية سيادتك ما يعادل 40,000 جنيه مصري. تمام. يقول لك ممنوع دخول المملكة بسبب بصمة الحج. والله العظيم سيادة المستشار ما دخلنا مكة ولا حجانة ولا دخلناها. طيب بصمة الحج، بصمة الحج سنة كام؟ لأن في عندنا سنين، في عندنا سنين ثواني. طيب اسمع، في عندنا سنين خادم الحرمين الشريفين مشكورا ادى فيها عفو، صح كده؟ هل انتوا في السنين دي ولا غيرها؟ سيادتك احنا في عهد الملك عبد الله سنه 1435 هجري، في عهد الملك عبد الله. يعني بدري خالص، احنا قبل الملك سلمان احنا في 35 هجري. بقالنا النهارده 5 سنين نازلين بسبب حج بلا تصريح، وقسما بالله ما دخلنا سياده المستشار. ما دخلنا مكة اللي مبصمين اللي مبطم في الطايف واللي مبصم في جدة، واحنا اكتر من 33,000 مصري على لسان وزيرة الهجرة. طيب انتوا قدمت شكاوى لوزارة الهجرة؟ لوزارة الهجرة والخارجية والسيادة الرئيس. بعتنا برضو اكتب الاعرافات لسيادة الرئيس برضو، ما خليناش حد منطقة في مصر اللي ما بعتنا باشا. طيب هو بص الوضع ده يا مصطفى، طالما قدمت تظلماتك وقدمت طلباتك لازم هيتحل من السعوديه، مش هيتحل من هنا. تمام. بس احنا اقسم بالله يا سياده المستشار ما دخلنا مكه ولا يعني حبيبي. والله والله عارف وصادق، وفي ناس كتير جدا حصل معاها نفس الموضوع ده، بس انت لازم بترفع دعوه قضائيه في السعوديه. تمام. في السعوديه عشان تبطل القرار، تلغي القرار. بس بتترفع قرار سلبي، عشان لو رفعت الوقت طبعا على القرار الايجابي اللي كان صدر لك هيعتبر الكلام ده ملغي، لان عدى فتره كبيره جدا من 1435 حتى تاريخه. بس فانت تطلع قرار سلبي. تمام. وهيتطعن عليه، وهنتواصل مع حضرتك وتواصل مع استاذه اسماء، واعتقد ان في حد مفوض هناك بالكلام ده كله، صح؟ اكيد. بس تواصل، سيب الرقم في الكنترول وهناخد الرقم، واستاذه اسماء تتواصل معاك، واحنا تحت امركم لا نقدر عليه ان شاء الله نعمله ان شاء الله. معانا زوجة استاذ بليغ حمدي المسجون في السعودية. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. مع حضرتك استاذة اسماء. اهلا، ازيك عاملة ايه؟ اهلا يا حبيبي. ايوه استاذة اسماء. اهلا اهلا، اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي معاكي. حضرتك انت عارفة دلوقتي اللي احنا يعني ما نعرفش اي شيء عنه، ومش عارفين يعني حضرتك نعمل ايه. ودلوقتي هم هنا في النيابه العامه في قمح المخدرات، هم دلوقتي عندهم الورق بتاع براءته، وهم مش راضيين يتعاونوا معانا ويبعتوا لنا الاستفاره. هم مش راضيين على فكره. يعني تم النائب العام ارسل طلب للمحامي العام بمذكره بالراي، والمحامي العام لنيابات اكتوبر بعد ارسل مذكره بالراي للنائب العام والتعاون الدولي، وفيها تفاصيل القضيه وفيها ما يفيد اعترافات المتهمين
واحنا جبنا صوره من القضيه. تمام. الفكره بس دلوقتي ان القضيه اتحالت لمحكمه الجنايات فما بقتش في حوزه النيابه. محكمه الجنايات بتحاكم المتهمين وفي جلسه في شهر 11 ان شاء الله المفترض انها تكون ان شاء الله نطق بالحكم. النائب العام ارسل طلب انابه قضائيه عن طريق التعاون الدولي. التعاون الدولي بيتواصل مع السلطات السعوديه. الفكره بس كانت الجلسه بتاعت عم بليغ في شهر 10 والحمد لله القاضي عين له محامي على نفقه الدوله هناك والمحامي هيكمل اجراءات ان شاء الله ابتداء من الجلسه الجايه واحنا معاكم وهناخد صوره رسميه. دي طريقه تانية خالص لسه بتكلم مع سياده المستشار ان في هنقدم يعني احنا هنودي صوره رسميه من التحقيقات. تمام. بس الصوره الرسميه من التحقيقات الموجوده في مصر. طيب هم بيتواصلوا مع مين؟ مين اللي بيتواصل مع حضرتك يا فندم دلوقتي؟ من هناك من السعوديه؟ لا هم مش بيتواصلوا مع حد في السعوديه. معايا زوجة عم بليغ؟ تقريبا. حاولي تتصلي بينا تاني. طيب حاولي تتصلي بينا تاني. عايزين نعرف هم بس بيتواصلوا مع مين؟ لا هم مش بيتواصلوا مع حد في السعوديه. والمحامي اللي اتعين ده ايه؟ المحامي لسه المحكمه عينته بس لسه ما يعني مفيش طلب التعيين محامي مش عينته محامي. بالظبط بالظبط لسه شويه لسه في جلسه ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله. طيب ولسه انت مطمنه في موضوع عم بليغ؟ ان شاء الله. طيب لازم ان شاء الله بس احنا محتاجين المحكمه السعوديه تطلب انابه قضائيه من مصر ومحتاجين السلطات. طيب المصريه ترجع لنا تاني زوجة عم بليغ. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك بتتواصلي مع حد هناك بيقول لك الاخبار بيقول لك اللي بيحصل بيقول لك حاجه ولا لا؟ لا استاذنك وطي التلفزيون سنه. من الساعه 3 لحد دلوقتي احنا ما نعرفش منه حاجه. نعم استاذنك وطي التلفزيون سنه. حضرتك بقول لحضرتك هو من الساعه 3 واحنا ما نعرفش عنه حاجه. هو بيتصل بس يطمن علينا ومش عارف اي حاجه هناك. بيقول محدش بيكلمني في حاجه وهو نزل جلسه في شهر 10 واجلها له ثاني شهر 12 عشان يقدم له الورق. حد يبعت له الورق والسفاره هنا ما فيش حد متعاون معاه. طيب انا هقول لك على حاجه. مفترض ان الفتره الجايه استاذ اسماء هتتواصل مع حد اللي اتعين. تمام. واعتقد ان انتم متواصلين معاها واللي هتأمري بيه هنا احنا تحت امر حضرتك احنا ننفذه باذن الله. حضرتك احنا معانا هنا اربع اولاد ومش لاقيين حد يصرف علينا ولا حد بيتعاون معانا ومش عارفين يعمل ايه حضرتك. ان شاء الله باذن الله ربنا يفرجها باذن الله ويثبت براءته ويرجع بالف سلامه باذن الله. وبعدين احنا نثق في ان انت مرات عم بليغ لازم هتبقى شديده كده وتستحمل. هو والله بريء. هو والله مش يعني مش وش كده والله خالص. هو تعبان. ان شاء الله هيرجع بالسلامه بدعواتك كده وبلا حول ولا قوه الا بالله. واحنا والله ما هنقصر هنا في اي حاجه نقدر نعملها وان شاء الله بس يتعين محامي هناك وانا هتواصل معاه وباذن واحد ان شاء الله تبقى الامور مظبوطه. ام اميره احنا ما تقلقيش والله العظيم قضيه عم بليغ في رقبتي انا مش هسيبه. انا وعدتك من زمان. انا والله يعني هي ليها فلوس وكده حضرتك برضك احنا مش قادرين ندفع لها اي حاجه ولا اي حاجه. انا ما فيش اي حاجه خالص يعني. وانت عارفه ومتاكده احنا تحت امرك من غير الموضوع حاجه خالص. الموضوع ده ما لكمش دعوه باي حاجه خالص. وموضوع في رقبتي وانا بقول لك لاخر لحظه انا مع عم بليغ ان شاء الله والاوراق كلها الرسميه هتروح في اقرب وقت ان شاء شكرا الله. شكرا يا ام اميره. هنتواصل مع المحامي في السعوديه باذن الله. مبارك لك قريب باذن الله على رجوع عم بليغ. معانا اخو عطيه. عطيه مصطفى لبنان. بالظبط. ايوه. الو فصل ماشي خرجنا بقى. غربه تاني. لما قالوا لي اكتب تاني عن الغربه واتكلم لقيت كل حته في جسمي بتتالم. لقيت الغربه طريقها لما بينور في لحظه يضلم. وبدات الحكايه من كام سنه والعمر بيخلص وما عرفتش اعمل حاجه هنا. ياما ما فيش حل تاني سيبينا سافر سيبينا اجرب بقى وعافر. ياما هو انت ما تعرفيش ان الجوع كافر. وبقالي كام سنه هني بنحت في الصخر لحد ما اتخلعت الضوافر. العيال وامهم طول النهار فتحل بقهم. محتاجين اكل وشرب ومصاريف وعلام. محتاجين يتربوا ويعيشوا مستوى نظيف. والفجر ياما ليله بيبقى مخيف. هسافر بقى زي كل اللي سافر واتغرب.
هسافر يا ست سيبيني اتمرمط واجرب وتاري الغربة وحكاويها، ولا دكاترة الدنيا تعرف تداويها، ولا شمس الكون كله تعرف تنور لياليها. ايه هقول لكم ايه عن الغربة؟ هحكي لكم ايه عن اشد محنة وكربة؟ الغربة ليلها طويل، الغربة حملها تجيل، الغربة وجعها ملوش مثيل، الغربة انت وباختك حسب التسهيل، الغربة كفتها لما بتعدل في لحظة بتميل حسب هوى ومزاج الكفيل، الغربة بني آدم واقف بطوله في وش طوفان وسيل، كل يوم الدنيا بتطوح فيه، كل شوية موجة تحدفه وترميه، وممكن في لحظة يتهدي كل اللي كان بيبنيه، عايش على طول في عدم استقرار، عايش وزمايله قاعدة تأسفن فيه ليل نهار، عايش بيضحك ومن جواه مرار في مرار، بيعدي عليه في اليوم الواحد 5000 حوار، محروم من اخواته واصحابه وحضن ابوه، امه ماتت وساعة الدفن مرضوش ينزلوه، وعياله لما بتوحشوا اخرهم يكلموه، عايش لوحده ومالوش اهل يونسوه، ومع اول غلطة يتلككوله ويمشوه، لو رد اهانته في مرة في ساعتها يرحلوه، غريب في بلد غريبة، غريبة وغربته ايامها عجيبة، ايام بتشبه بعضها وحياتها كئيبة، ايام قاسية ما بتعرفش معنى الطيبة، غريب في بلد تانية متغرب وعايش في قلق كل ثانية، بينام وعينه صاحية خايف من غدر الدنيا، غريب ومتغرب عمره كله في بلادهم، غريب بيعمر ليهم ولولادهم، ومهما الغربة حققت منها ونجحت، مهما حوشت منها وفرحت، الغربة غربة والله العظيم، الغربة كسرة نفس، ملايينها بتشبه المليم، ملهاش طعم ولا لون، حاسس انك واحد عايش برا الكون، بتشوف ولادك اسبوعين في السنة بينسوا شكلك، والغربة ولا هي هنا، بتسافر وتموت حبايبك وتروح عند ربنا، الغربة سرقت أجمل سنين من عمرنا، الغربة بحر اتملى بعرقنا ودمنا، وفي لحظة يقلب ويقعد يهين فينا ويزلنا، ولو حتى ولادك سافروا لك وعاشوا معاك، الغربة سجن ولو كل مفاتيحها معاك، الغربة أهلك وحبايبك هنا وانت هناك، اوعى تفتكر المتغرب بياكل كل يوم كافيار وتفاح، اوعى تفتكر المتغرب مهما حوش مرتاح، اوعى تفتكر المتغرب لما بينجح بيفرح بالنجاح، مهما وصل للسما وبعيد عن بلده واهله وناسه، عايش قلقان والخوف ماسكه من ضفر رجله لحد شعر راسه، الغربة موتت كل حاجة مشاعر وفرحته واحساسه، متغربين ويا ريت عاجبين، متغربين وفاكريننا بنقبض ملايين، متغربين ومتمرمطين من سنين السنين، متغربين وعايشين في الغربة مش عايشين، واللي مصبرنا عليها اننا في وقت معين هنسيبها وراجعين، عمر الغربة ما كانت فلوس وموبايل شيك، عمر الغربة ما كانت عربية وبدلة لايقة عليك، لا دي الغربة هتعلمك وتربيك، الغربة هتطلعك السما او في لحظة تسيبك وترميك، الغربة هتكسر حاجات كتيرة قوي فيك، الغربة حطان عريانة من غير ببان ولا شبابيك، من الآخر الغربة مهما خدت منها وجنيت بيبقى نفسك ترجع بلدك ومكانك اللي اتولدت فيه وتربيت، وبتتمنى ألف مرة إنك ما كنتش سافرت ومشيت، وهتفضل الغربة وجع ما يعرفوش غير اللي انكوى بنارها، هتفضل الغربة حبيبتك اللي نفسها تاخد منك بتارها، هتفضل الغربة كل يوم اتورينا من ايامها واسرارها، وهيفضل ليل الغربة اطول بكتير من نهارها. انا استاذ ابراهيم حجازة، ناخد استاذ ابراهيم حجازة واطلع فاصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ احنا طبعا بنشكر حضرتك وبنشكر الاستاذه اسماء، وطبعا كلام الشاعر جميل استاذ محمود برك بنشكره. ربنا يخليك فهم. الله يخليك. طبعا المشكله بتاعتنا في
الاردن حضرتك عرضناها الحلقه التصاريح اه تصاريح التجديد تصاريح للعاملين بمجال المحروقات اه فالوزاره مشكوره وزاره العمل حلت جزء من المشكله يعني طب الحمد لله رب الحمد لله رب امين تمام. الحمد لله الحمد لله اهو 20% احسن من 100% وان شاء الله باذن الله نكمل يعني باذن الله اه طبعا احنا بنشكركم طبعا على جهودكم لا يا فندم احنا تحت امرك ده اقل واجب استاذ ابراهيم تحت امرك يا استاذ ابراهيم والله وتحت امرك كل اخواتنا بس عاوزين برضك يعني نطالب تتحل اكتر يعني لان برضك حضرتك العدد كبير طبعا 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 اسر كتير جدا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت تقريبا في حوالي 3500 اسره او اكتر في كل المهن دي لا ده المهنه انا اعتقد اللي اتمهن اللي اتسمح بتجديده الزراعي صح؟ الزراعي ده مفتوح خالص يعني مش زراعي والانشائي عادي بالزبط. يعني اه لكن مجال المحروقات حوالي 3500 اسره طبعا بنشكر في الاول خالص وزاره القوى العامله هناك ان هم يعني حاولوا ان هم يسهلوا الامور شويه وسمحوا بتجديد 20% بس بنرجو معلش مزيد من التدخل الناس دي لو رجعت هيبقى في مشاكل كتير جدا مش على قد بس رجوعهم على قد فقد خبرات كبيره جدا قعدت عندك فتره كبيره بس وبنطالب كل السلطات هنا انها تتدخل وتتواصل وان شاء الله توصلوا القرار باذن الله 60 و70% باذن الله او على الاقل يبقى في مهن ثانيه تتنقل عليها الناس دي نستفاد من خبراتها باذن الله مستشار المهنه بتاعه المطاعم 20% تعيين المصريين في المطاعم يعني 4 مقابل 1 مصري وبالنسبه لنفس القصه مع مجال المحروقات 4 مقابل 1 فتقريبا دول عددهم ما يقلش على 5500 المحروقات والمطاعم فالحمد لله طيب يعني اتعلم ايه اتفضل يا فندم او عايزين نشكر برضك شركتنا الكبيره شركه المناصير طبعا طبعا هم ساعدوا المغتربين المصريين طبعا كل الشكر والتقدير ليهم اداره محترمه ومتمسكه بخبراتها ومتمسكه بيكوا وكل الشكر والتقدير ليهم وان شاء الله تحل المشكله على خير يا رب العالمين ونبارك لكم قريب باذن الله ان شاء الله استاذ ابراهيم عندكم اي مشاكل ثانيه استاذ ابراهيم لا والله ما في اي مشاكل غير هي بس ان شاء الله باذن الله نطمن عليكم وكلكم تجددوا باذن الله وان شاء الله باذن الله نستنى منك مكالمه قريب جدا تقول لنا ان السلطات الاردنيه على قدر الثقه فيها انها هتحتوي المشكله دي لان احنا في الاخر احنا والاردنيين وكل الدول العربيه اعتقد ان احنا واحد في الاخر بس فان شاء الله باذن الله تحل قريب وبنناشد كل السلطات باذن الله انها تتدخل وتقوم بدورها بحيث ان احنا نحاول نسعى ان استفاده من خبرات الناس دي هناك مهم جدا الناس دي عندها ابناء في المدارس الناس دي مأجره مساكن الناس دي هتاثر على اقتصاد الاردن بس مش هتاثر على اقتصاد مصر لما ترجع وان شاء الله باذن الله تحل شكرا استاذ ابراهيم بمناسبه الاردن قبل ما ناخد فاصل شكرا استاذ ابراهيم وهنشكر استاذ احمد اللي ابكانا يعني بس يعني عشان هو طبعا مستعجل وانا ضغطت عليه كتير جدا النهارده والله انا اتشرفت بس ان انا وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني احمد باذن الله ومعانا فيديو هنشوفه ان شاء الله بس خلي الاردن بعد نكمل بعد الفاصل حد كده مشرف من الجاليه المصريه في الامارات اتعين سفير تقريبا نوايا حسنه اه ان شاء الله وان شاء الله باذن الله حاجه مشرفه جدا ونتمنى ان احنا كل الاخبار اللي نقلها على المصريين في الخارج تكون بالوضع ده والف الف مبروك يا باشمهندس اتفضل محمد عليه الصلاه والسلام اتقدم بخالص شكر لدوله الامارات العربيه المتحده ممثلة في سمو الشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة على استضافة هذا التجمع الرائع حقا إنها لحظات سعيدة أن أتواجد اليوم في هذا التجمع الرائع لسفراء السلام العرب في الملتقى الدولي الثاني لسفراء السلام خاصة عندما يلتقي هذا التجمع مع تنصيبي سفيرا للسلام والإنسانية من قبل المنظمة الدولية للعدالة والسلام بالمجتمع. النهارده طبعا في مؤتمر المنظمة الدولية للسلام والعدالة في مقام شيراتون الشارقة دعوة مهندس طارق طبعا المؤتمر حاجة كويسة ان هو بيتجمع تكتل كبير جدا من الناس العرب والمصريين تحت مظلة النهارده كل الدول بتواجه
المنطقة عندنا مشاكل في حرب الإرهاب. طبعا من تعليمات الرئيس سيادة الرئيس عبد السيسي إن إحنا إزاي نواجه الإرهاب، إزاي واخد الخطوة المبادرة إن هو كدولة مصر إن هي تحارب حاجة زي كده. فالنهارده المؤتمر أنا شايف إن هو حاجة كويسة جدا إن هي تدعو للسلام والعدالة والأمن في المنطقة وفي الدول العربية. إن شاء الله يكون المؤتمر ناجح. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا ان شاء الله باذن الله رب يكون كل الاخبار اللي جالنا عن ابنائنا في الخارج تكون بالجمال ده، وان شاء الله باذن الله يعني نعرف عنكم كل خير. معانا شقيقه عطيه على الهوا، معلش بقاله فتره. اهلا عرفه، ازيك؟ اهلا بيك، اتفضل معاك. اتفضل عرفه. عرفه معانا؟ تقريبا الخط قطع. طيب الخط قطع، هيرجع اتصل بينا تاني. بس استاذ احنا كنا بنتكلم على قضيه عم بليغ، صح؟ الانابه القضائيه. الانابه القضائيه هي اعتقد اللي لحد دلوقتي معطلانا في موضوع علي، صح؟ ومعطلانا في موضوع بليغ، ومعطلانا في موضوع عم بليغ، وكل القضايا بصراحه ومعطلانا في موضوع قذافي، صح؟ في كمان صلاح الصفطاوي، وفي ناس كتير. يعني في صلاح الصفطاوي، طيب. ده يعني مظلوم واخد 15 سنه. طب ايه شايفه ايه اللي يعني ايه السبب في ان السعوديه او الجهات ما بتطلبش الانابه القضائيه؟ معانا زوجة عطيه على التليفون. تمام. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا يا ام احمد. اهلا يا ام احمد، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذه، انا زوجة عطيه مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي. يعني انا عارفه ان حضراتكم النهارده بتتكلموا عن الحلقه عن قضيه عطيه وكده، بس انا طبعا بحب اشكر سياده المستشار احمد بلوي على ايه بس، والاستاذه اسماء الصياد. تحت امرك. يعني لوقوفكم جنب قضيه عطيه وتأييدكم ليه من غير حتى يعني انه سابق معرفه، بس حضراتكم يعني طبعا مشكورين لمتابعتكم القضية عطية. عطية والله حد ظلم جامد في القضية دي. عطية يعني الدنيا كلها شهدت في حقه، قرية بالكامل طلعت مناصرة لعطية، وقفة تضامنية عشان خاطره. عطية عنده طفل عمره 4 شهور وهو ما شافهوش وما عرفش عنه حاجة. ان شاء الله باذن الله يرجع بألف سلامة باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. مادي كده، واحنا عارفين ان انت ام احمد جامده وب 30 راجل، وعطيه هيرجع باذن واحد ان شاء الله طول ما الناس حواليه وبتدعي له وانت واقفه في ظهره. انا خدامك، انا تحت امرك في اي حاجه، بس ان شاء الله باذن الله ربنا يثبت براءته باذن الله. واحنا عندنا ثقه في المولى عز وجل ان ما فيش حد بيتعدم ظلم، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نقدر نثبت براءته ونروح هناك ان شاء الله. احنا يعني انضمينا لهيئه الدفاع عن عطيه عشان عارفين الظروف اللي انتوا فيها، وعطيه احنا حسيناه مننا. احنا بنتعامل مع الناس كلها اللي بره في اي مشكله. صح. ان احنا ده واجبنا، ده واجبنا، ده واجبنا نحو ابناء الوطن في بس الخارج. وان شاء الله باذن الله يعني نطمن على سير التحقيقات ونقعد مع المحامين هناك ونرجع لك باخبار كويسه باذن الله ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، وهو يرجع لك ويربي ابنه ان شاء الله باذن الله ويطلع راجل زي ابوه. احنا تم التواصل ان شاء الله. شكرا. تم التواصل مع اتحاد المحامين العرب، وتم التواصل مع الاستاذ احمد ريس المحامي في لبنان. بالظبط. وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في اخبار كويسه ان شاء الله. المدام عملت لنا توكيل، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نسافر في خلال فتره قريبه باذن الله نقدر نجيب اخبار كويسه من هناك باذن واحد ان شاء الله. ان شاء الله. ده يعني انا بشكر طبعا قريه بشتيت الحجاره مركز سمنود،
كلها بأكملها واقفة مع. أعتقد إن إحنا معنا صور عن الوقفات اللي والمطالبات اللي كانت بتتكلم عن موضوع عطية. آه لا ناس نزلت حملات ومظاهرات. شايفة إيه اللي واصل من موضوع عطية؟ أنا أعتقد إن كان في بيان من السفارة قريب اتبعت لي. فعلا كان في حد من البرلمان كانوا قدموا طلب للسفارة والسفارة ردت عن يعني السفارة المصرية في لبنان ردت على الوزارة والوزارة ردت وقالت تفاصيل البيان. ان هو متهم في قضيه القتل وان المشكله ان هو عشان بصماته كلها منتشره في الشقه وده شيء طبيعي لان طبعا الراجل المجني عليه كان كلف عطيه بصفته بما انه حارس العقار هو كان عنده حد يعني ناطور لا كان حد بيجي ينظف له الشقه ومشي من شهرين يعني بواب مش البواب لا كان حد خاص بيه هو بشقته كان بيوضب له شقته وبيظبط له الدنيا احنا قلنا ناطور دي ما حدش هيفهمها هنا بواب بالظبط اه لا هو كان عنده حد المجني عليه ومشاه وبدا يطلب من عطيه ان هو يجي يساعده في البيت ويعالجه ويديله علاج شغال تقريبا معاهم بلاوي قد ايه بقى له اكتر من 5 سنين ناطور في نفس العقار ده حارس اه خلاص انا قلبت لبناني طيب انت شايفه الاخبار اللي جايه من هناك دقيقه لا يعني ما فيش دقيقة خالص احنا محتاجين نشوف المحضر ونشوف يعني أنا اعتقد ان المحامي القديم كلها. اللي هم كانوا متفقين معاه قبل ما نوكل احنا حد جديد هو كان قال كلام وحتى الوسائل الاعلام هو كلام مش مفهوم يعني لا هو المحامي رد على السفارة قال لهم ان في حد الشخص اللي هو اللبناني اللي كان المفروض بيروح يساعد المجني عليه في شقته ويظبط له الشقة وكده كان المفروض ان في خلافات حصلت مشكلة حصلت بينه وبين المجني عليه الكلام ده ما حدش يعرفه غير دلوقتي من المحامي الشخص اللبناني ان كان في خلافات بينه وبين المجني عليه اللبناني برضه المجني عليه اللبناني المجني عليه اللبناني مع حد لبناني كان بيشتغل عنده في الشقه ومشي من شهرين طبعا. عشان هو بعد ما مشي عشان كده المجني عليه استعان بعطيه لانه هو يعني بثق فيه وبقى له 5 سنين بيشتغل معاهم قال له بقى اداله المفتاح وقال له بيطلع ساعدني اديني العلاج كان بيطلع بيبص عليه مره ولا مرتين ثلاثه في اليوم فاليوم ده الكلام اللي عرفناه ان هو كان في رمضان وكان عنده بالنهار واداله العلاج واكله وظبط له الدنيا كالعاده تمام. وبعد كده راح يفطر مع اخواته تمام وبعد كده رجع بعد الفطار الساعه 9 كده دخل الشقه عشان يطمن عليه لقى مقتول تمام مضروب طيب بثلاث رصاصات قبل الختام عايز اسالك سؤال مهم عمال يجي لي باستمرار عن الخدمات الحكوميه تمام في شباب بيسالوا على موضوع التجنيد تمام هم سنهم هناك ومش عارفين يعملوا ايه في موضوع التجنيد سنهم طبعا عدى سنهم عدى ايه سن ده صلب شغلك يعني هو كاتب لي ان هو عدى 29 سنه فيعمل ايه هو لو عدى 30 سنه تحديدا بي 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 يعني لغايه 29 بيعمل جواز سفر بيبقى قاعد بيه هناك ويجدد اقامته وكل حاجه جواز مؤقت لمده سنه بعد 29 بينزل بقى مصر عشان يخدم ويشوف الموقف التجنيدي بتاعه لو مش هينزل طالما عدى 30 سنه بيعمل المصالحه هناك اللي هي ممكن من خلال السفاره ممكن والله. من خلال السفاره طبعا وممكن لو نزل بعد ال 30 سنه ومعاه جوازه ونزل بيعمل في المحكمه العسكريه طيب عندنا سؤال تاني بيتكلم عن اعاده القيد تمام او ساقط قيد ساقط قيد بالظبط بس بقاله تقريبا 40 سنه ساقط قيد مش عارف لا ده بيعمل بي بي بيعمل اجراءات في مصلحه الاحوال المدنيه في تبع هو هناك وطبعا مش عارف يرجع لا اي حد من اهله القريب من الدرجه الاولى بيعمل توكيل لحد او هو بنفسه بيروح اساسا عندكم بتعمل ده صح؟ ما فيش مشكله ممكن من خلالنا بيروح مصلحه الاحوال المدنيه وبيجيب الاوراق اي حاجه اذا كان هو بس هو لو ساقط قيد ومعهوش اي ورقه هيضطر ينزل مصر عشان يعملوا عمليه تسجين وكده لا اعتقد هو لكن يعني اكيد هو في شهادات ميلاد قديمه اكيد اكيد معاه ورق بس ما كملش الاجراءات او ما طلعش بطاقه يعني لا سهل جدا مفيش مشكله استاذ حسن اتواصل مع استاذ اسماء او مع المؤسسه عندها وان شاء الله باذن الله تقول لك على الاجراءات سهل جدا مفيش اي مشكله ان شاء الله تحت امرك ان شاء الله بس اللي في ليبيا ليبيا طبعا لان مفيش تمثيل قنصلي في ليبيا وطبعا في عدد كبير من المصريين هناك في ناس طبعا محتاجه تجدد جواز السفر
ده في ناس جوازاتها مش موجود وفي ناس معهاش جوازات اصلا وفي ناس جوازاتها سرقت وراحت عملت محاضر ومش عارفه تنزل. بالنسبه للي هم معاهم جواز سفر ومنتهي دول بيبعتوه مع حد سواء او بيروحوا راس الجير في مكتب السفاره هناك وبيمدوا لهم الجواز تمام لمده عام تمام تمام. بالنسبه للناس اللي جوازها ضايع او اللي معهاش جواز اللي معهوش جواز ده لازم يكون طبعا دخل ليبيا بشكل شرعي طبعا وبالتالي في حد بيتواصل مع حد من قرايبه من الدرجه الاولى وبيروح بيقدم له على طلب يعملوا له جواز سفر هنا في مصر. بنعمل جواز سفر هنا من خلال مصلحه الجوازات والهجره كويس بتعمل جواز لمده عام برضو وبيوصل له ليبيا وبيرجع بيه للوطن. لان طبعا الناس في ناس بتقول انا مش هقدر انزل بوثيقه طيب احنا عشان عندي مشاكل. اخر موضوع عشان برضه هيقطع علينا برضه ما بنكملش موضوع على فكره. لا ما انت كملت هو يعني انتك النهارده مساحه كبيره جدا جدا بالنسبه لا بالنسبه انت حلو ان حد مات عن الشر بالنسبه الله يرحمه بالنسبه لموضوع الناس اللي عندها جوازهم ضايع دي فيها مشكله شويه لازم طبعا يجيب ما يثبت ده هو بيعمل محضر هناك بس للاسف ما بيتاخدش بيه وهو داخل. هو لازم يعمل المحضر وبعدين يروح بيه مصلحه الجوازات والهجره هناك في ليبيا. لا هو اللي مكتوب لي بالظبط نصا انه عمل محضر هناك بس طبعا ما فيش سفاره مصريه. ما هو ما انا هقول لك الاجراء هو بيعمل المحضر في اسم الشرطه بعد كده بيروح بيه مصلحه الجوازات والهجره كويس الليبيه بيدوا له شهاده اسمها شهاده ضياع وعليها صورته بيروح بيها وزاره الخارجيه الليبيه بيصدق عليها خارجيه ليبيا وبعدين بيبعتها مصر بيتم تصديقها طبعا لان ما فيش سفاره هناك بيتم تصديقها هنا من السفاره الليبيه في مصر وبعد كده الخارجيه المصريه كده محضر ضياع ومحضر فقد. احنا اعتقد ان احنا نكمل الحلقه الجايه في موضوع اليونان. عندك موضوع اليونان وعندك موضوع ليبيا وعم حسن سمعك هيتواصل معاك تقولي له يعمل ايه بالظبط من الاجراءات. عندنا مشاكل كتير جدا في ليبيا ارقام التواصل تقريبا عندكم على الشاشه. بنشكركم وان شاء الله باذن الله بنتمنى ان احنا نشوفكم على خير وتكون كل اخبارنا المره الجايه حلوه عنكم. وبطلب منكم كلكم نجمد ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ومهما كنت في ظروف ان شاء الله باذن الله هتخلص باذن الله. وكلنا بنفتكر الوحش وبنقعد نضحك عليه ان شاء الله هتخلص ظروفكم بس وكل المشاكل ده تتحل وهترجعوا بالف سلامه واحنا معاكم مش هنسيبكم مكملين. بس تصبحوا على خير.